التوكل عمل قلبي مداره على صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر. هذا هو التوكل باختصار، اعتماد القلب خالصا صادقا على الله في جلب النفع وفي دفع الضر، في جلب ما تحب وفي دفع ما يضرك. فإنه من صدق الله عز وجل بتوكله عليه نال هذا العطاء الجزيل وهذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير، وهو تحقيق التوكل لله عز وجل، فحقق ما أمر الله تعالى به في قوله فاعبده وتوكل عليه.